اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. برج العذراء على كرسي الاعتراف، ما هي أسراره ومواصفاته الكاملة؟ إن لمولود برج العذراء كما لباقي الأبراج صفاته الخاصة به، ولشخصيته سلبيات وإيجابيات تميزها. فماذا لو جلس مولود برج العذراء على كرسي الاعتراف وباح بكل ما في جعبته من مواصفات وأسرار؟ تعالوا لنكتشف معا في هذا الفيديو ماذا يخبئ لنا مولود برج العذراء في صندوق مفاجآته. نبدأ مع بطاقة هوية برج العذراء. العنصر الأساسي للبرج التراب، الأرض. الصفة العامة متقلب، ترتيبه بين الأبراج السادس. حجر الحظ الزبرجد. الطاقة سلبية. الكوكب المؤثر على البرج المريخ. اللون المميز الفضي. الزهرة المميزة زهرة عباد الشمس. أفضل برج مناسب في الحب السرطان. ما هي المواصفات العامة لمولود برج العذراء؟ إن مولود برج العذراء شخص يتسم بالذكاء والأناقة والقليل من التعقيد، ويتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، فيقوم بأعماله دون أي شكوى، ولا يمل من القيام بالواجبات نفسها يوميا. فهو من الأشخاص الذين يمتلكون براعة في التنظيم والتخطيط والترتيب، ويدرك تماما ما يريد أن يفعل، وهو معروف بكرهه الشديد للكسل والخمول. كما إن مولود العذراء شخص موثوق به ويمكن الاعتماد عليه في كافة الأوقات والظروف، وبالرغم من أن أصدقائه يسخرون من ميله الشديد للتنظيم، إلا أنه يكون المخلص والمنقذ لهم حين تشتد عليهم المصاعب. يحاول مولود هذا البرج باستمرار الوصول إلى القمة، فيكره أن يترك الأمور دون إكمالها، ويسعى دائما لتحسين وضعه، ليس من أجل المال أو الشهرة، بل لأن ذلك يشعره بالرضا عن نفسه. عندما يتعلق الأمر بالصداقة يكون العذراء صديقا رائعا لا مثيل له، فيمد يد المساعدة لأصدقائه ويقدم المشورة والنصيحة لهم على الدوام. لمولود العذراء حياة اجتماعية غنية بالمعارف والصداقات، لكنه قد يبدو خجولا في اللقاء الأول، إلا أنه حين يحب صديقا يتعلق به بشكل كبير ويحفظ سره ويعطيه كل الثقة. هذا دليل على أن صداقاته قد تدوم مدى الحياة ما لم يخل الطرف الثاني بتوازن هذه الصداقة. أكثر ما يجرح مولود العذراء هو أن يتعرض للخذلان ولو كان في أبسط المواقف، كأن يلغي صديقه موعدا معه في آخر اللحظات مثلا. من أكثر ما يتجنبه مولود العذراء هو أن يخيب ظن الناس به، فتراه يعطي مصلحة الآخرين الأولوية على مصلحته الشخصية، ويفضل الآخرين على نفسه، وخصوصا إن كانوا مقربين كثيرا منه، ويحب أن يساعد الناس كثيرا. لديه من الحس الإنساني العالي ما يدفعه للسعي دائما لمساعدة من حوله. إنه حقا شخص راق ولطيف في تعامله، ويفكر بتأنٍ قبل أن يتخذ أي خطوة. إن مولود العذراء مخلوق يعشق ويقدس الجمال، ويظهر هذا جليا في لباسه وترتيب بيته، فكلما اقتربت الأشياء حوله من المثالية كلما زاد شعوره بالرضا والسعادة. كما إنه إنسان ذكي وكثير التعلم من دروس الحياة وتجارب الآخرين، يهوى قراءة الكتب وتعلم مهارات كثيرة وتجربة أشياء جديدة،
ويسعد مولود العذراء بالجلوس مع الكبار في السن فيجدها فرصة لسماع قصصهم والتعلم من خبراتهم، إلا أنه يميل إلى قضاء سهرته مع الأصدقاء بدلا من الحفلات الضخمة، فلا يحب بطبعه الاجتماعات الصاخبة. على ما يدل اسم برج العذراء؟ إن شعار العذراء في هذه الحياة هو يمكن للأمر الجيد أن يتحول إلى مثالي، فهو شخص مهووس بجعل الأشياء تبدو بأفضل شكل ممكن، حيث يرى أن الأمور الجيدة يمكنها أن تكون رائعة، والأشياء الرائعة يمكن بدورها أن تتحول إلى مثالية. الأمر يتطلب فقط بعض الالتزام وحب العمل. ما هي الصفات الإيجابية لمولود برج العذراء؟ يتمتع مولود العذراء بذكاء وفضول شديدين، ولا يخفي شغفه بمعرفة أسباب وخلفيات الأمور. هذا السبب الذي يجعل أصدقاءه يعتبرونه موسوعة معرفية خاصة بهم. كما يعتبر مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم عند الحاجة، فيلتف حوله أصدقاؤه لأخذ رأيه وطلب مساعدته. يحسن مولود هذا البرج التصرف في كل الحالات، لذا فهو يستطيع إخراج نفسه من المواقف المحرجة بكل سهولة ومهارة. يمتاز مولود العذراء بالصدق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، فهو شخص مؤمن بالصراحة ومحب للآخرين وحنون بشكل يلفت الانتباه. وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلا أنه يخفي مشاعرا عميقة عن الآخرين بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقه وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة. يوصف مولود العذراء بأنه شخص دقيق الملاحظة للأمور، ويشعر بالآخرين ويتفهم شعورهم، وهو صريح وصادق ومتواضع، ويحب أن يواكب كل ما هو جديد ومميز خاصة في مجال الفن والأدب، ويحب أن يكون كل شيء صحيحا ومعتدلا، ويكره المبالغات ويمكن الاعتماد عليه في أي شيء، فهو شخص مسؤول بامتياز. ما هي الصفات السلبية لمولود برج العذراء؟ أولا، إن رغبة مولود العذراء في جعل كل شيء مثالي تجعله يصاب بالإحباط عندما لا يتلقى نتيجة تعجبه. هذا الأمر يؤثر على علاقته بأصدقائه ومحيطه، فيدفعه إلى انتقاد الآخرين بشكل غير لائق أحيانا، وإلى التدقيق بشكل مزعج على التفاصيل والأشياء الغير مهمة. ثانيا، قد يعتقد مولود هذا البرج أحيانا أن الأمور بدونه لن تكتمل، وتعترضه مشاكل كثيرة نتيجة عدم ثقته بغيره وعدم تقديره لتعبهم مهما كان كبيرا. وقد يستخدم القوة في فرض رأيه وأفكاره عندما يعطي رأيه بشيء معين. ثالثا، يعتمد مولود برج العذراء على عقله فقط عند اتخاذ قراراته، ويبتعد عن العاطفة، مما يجعله قاسيا في قراراته وردوده. كما إنه يجد صعوبة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين له. رابعا، مولود العذراء شخص يفضل الروتين والتمسك بالعادات، وفي حال عدم اقتناعه بأمر ما يصر على الرفض وعدم تقبل الأمر، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع التعبير عن مشاعره بشكل مناسب ومثالي، لذلك يبدو صعب الفهم ومعقدا ومزاجيا بعض الشيء. خامسا، إنه يحب النظافة والترتيب لدرجة الهوس، وهو حريص لدرجة كبيرة على كل ما يتعلق بالمال، لكن لا يصل به الأمر إلى درجة البخل. ما هي نقطة ضعف مولود برج العذراء؟ لا شيء يحرك مشاعر ونشاط مولود العذراء كطلب المساعدة منه، فطلب مساعدته في عمل مشروع أو في أي عمل يتطلب الجهد يجعله يقدم ما بوسعه كي ينجح الأمر،
لذا فإن السلاح الفعال في كسب إعجابه هو طلب مساعدته والمدح بعمله على الدوام. الآن، ما هي الأسباب الخمسة التي تجعلك فخوراً بكونك من مواليد برج العذراء؟ السبب الأول، حبه الشديد للجمال. مع أن مولود هذا البرج لا يهتم بالمظاهر ولا تشده ظواهر الأمور، إلا أن له سحر خاص قادر على إعطائه تألقاً وتميزاً في المجتمع، وخصوصاً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. السبب الثاني، محب للعمل والالتزام. فلا شيء يضاهي حب مولود العذراء للعمل وترأس المشاريع، إنه يبدع في أي عمل يقوم به ويسلمه في الوقت المحدد دون أي نقص أو أخطاء. السبب الثالث، هو يقدم يد العون لمن حوله، فيتسم بلطف شديد يجعله يعرض خدماته على الناس من حوله، ويبادر إلى المساعدة والمساندة في كل الأمور حتى تلك التي لا يجيدها كثيرا. السبب الرابع، يمتلك حسا عاليا في الفكاهة، فجميع من يعرفه يعلم أنه صاحب نكتة وقادر على صنع الضحكة أينما وجد، هذا ما يجعل الجلوس بصحبته أمر ممتع. السبب الخامس، إنه شخص ذكي للغاية، فيتسم بأنه واسع المعرفة ولا يعرف حدوداً للعلم، فيسعى إلى تعلم الكثير والكثير من الأمور في هذه الحياة. أخيراً، من هم مشاهير برج العذراء؟ يشترك مواليد هذا البرج في ذكائهم ورقتهم ونجاحهم الكبير في حياتهم المالية والعملية. نذكر من مشاهير برج العذراء العرب والأجانب: الأمير هاري، بيونسي، سلمى حايك، كاميرون دياز، كاظم الساهر، مايكل جاكسون، وعادل إمام. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد، فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.